ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. الفيديو ده مش هقول لكم بقى اعملوا لايك والكلام ده، لاني انا طالعه النهارده في الفيديو ده ارد على سؤال مضايقني جدا، وسؤال مخليني بجد شايفه ان هو في ايه، هو بجد ايه اللي بيحصل ده. بصوا يا جماعه، انا من اول امبارح او امبارح عملت لايف نزلته لكم، وكنت برد فيه على إجابة السؤال ده، بس للأسف الشديد كان نفسي كلكم تشوفوه، بس للأسف اللايف اتمسح، وطبعا كان فيه تقريبا 2000 بيتفرجوا على اللايف، فمش كله شاف اللايف، وللأسف أنا مسحت اللايف ده بالغلط وهو بيتحمل. السؤال إيه؟ السؤال هو أنت هتطلعي بنتك إمتى؟ ما عنديش مشكلة أبدا في صيغة السؤال، وما عنديش مشكلة أبدا في السؤال نفسه، لاني جاوبت عليه كذا مره وقلت يا جماعه ان شاء الله تالية هتطلع في القناه، وهعمل لها قناه وهنفرح كلنا ونبل الشربات لما تكبر شويه، يعني لما مثلا تشد حيلها كده وتبقى تقدروا تشوفوها، تعرفوا يعني تشوفوا حاجه منها. هي لسه البنت صغيره ما بتعملش اي رياكشن، حتى عشان اطلعها واريها لكم شوفوا بنتي اهي. طب ما تكبر شويه تشدي حيلها، يبقى في ردود فعل ليها اقدر اصورها لكم، يبقى في اي حاجه. ما عنديش ادنى مشكله في الاجابه، وجاوبت وقلت يا جماعه برده لازم يبقى برده بالاتفاق بيني وبين باباها، واحنا الاثنين نبقى موافقين، والموضوع بالنسبه لنا عادي جدا ان احنا نظهرها، بس تكبر شويه وتشد حيلها. ده كل اللي انا قلته، وده كل اللي انا جاوبت عليه. فجاه هجمت في كومنتات كتير في كذا لايف، سواء عندي في القناة دي او في قناتي انا واحلام، او في قناة احلام، او في اي قناة تانية، بقوا هاجم هو انت مش عايزة تطلعي بنتك ليه؟ بطريقة بقى مش حلوة بقى، فاهمة اللي هو علامة استفهام ووش بقى مستغرب. هو انت مخبياها ليه؟ هو احنا هناكلها؟ هو انت مخبياها ليه؟ هو احنا هنحسدها؟ امال لو كانت واحدة كاتبة لي بقى ايه؟ في اللايف اللي انا بقول لكم عليه ده، هو لما لو كانت عينها ملونه كنت عملتي فينا ايه؟ شحال ما كانت شبهك. هو بجد في كده؟ يعني انا بصوا يا جماعه، انا او احلام في قنواتنا، قناتي قناتها قناتنا الثانيه اللي هي قناتي انا وهي، اي حاجه بنطلع نظهرها لكم جزء من حياتنا، مش كل حياتنا. انتوا ما تعرفوش كل حاجه في حياتنا، ومش كل حاجه بنقولها، ومش كل حاجه بنظهرها. احنا بنظهر لكم اللي ينفع ان هو يظهر لكم فقط، لا غير، ليس اكثر ولا اقل. احنا عندنا حياتنا، عندنا اسرار في حياتنا، عندنا مشاورنا اللي ما بتشوفوهاش، عندنا حياتنا اللي انتم ما تعرفوهاش، عندنا اسرارنا التي لا يجوز ان انتم تعرفوها يعني. فاللي انتم بتشوفوه ده جانب بسيط جدا من حياتنا احنا اللي بنظهره لكم. فالناس بقى اللي بيكتبوا لي هو انت مش عايزه، اولا عيب قوي ان ندخل نكتب كده، عيب قوي ان احنا ندخل نتهم ببهايه صغننه لسه ما تعرفش اي حاجه في الدنيا، ان هي عمال لو كانت شبهي كنت تنمري على بيبي. يا غبيه، يعني انا اسفه في اللفظ، بس ده غباء منك انك تنمري على طفل. فلما برد واقول يا جماعه هي حلوه وانا مش هظهرها بقى بالغص فيكو، مش بيبقى قصدي حاجه، بس انا برد عليكي، لان يعني بعد ما بقيت ام بقيت احس كده ان الكلمه اللي تمس ابني تمسني، او الحد اللي هيزعل ضنايا ازعلني قبل ما يزعله. فطبعا لازم اتضايق لما تكتبي وتقولي كده عن بنتي. ناهيك بقى عن ايه؟ كذا كومنت بقى دعوه عليها، يا رب تعدميها، ويا رب تموت، ويا رب ما تشوفيهاش تاني. وليه كده؟ يعني ليه؟ هو وصل بينا الحال ان احنا ندعي على بيبي لسه مولوده ملهاش اي ذنب في اي حاجه، لا تعرفني ولا تعرفكوا، يا دوبك تعرف بس ان انا اقرب حد ليها، حتى ما تعرفش ان انا مامتها. ده حاجه شخصيه خاصه بيا وخاصه بابوها بس، مش من حق اي حد تاني يتدخل فيها. وانا صرحت كذا مره وقلت ايه، صرحت دي كبيره قوي. انا قلت كذا مره يا جماعه، والله انا بحاول اخد الموضوع لحد دلوقتي برضا نفس وبطيب خاطر ومن غير زعل ومن غير ما نتكلم كتير ونلوك كتير في الكلام، بحاول اخد الموضوع مش على اعصابي، وبحاول ما اتضايقش، فباخد الموضوع بهزار ان انتوا بتهزروا عادي، لكن
لما الاقي حد كاتب لي الكلام ده ولما حد مخبياها تضطروني ان انا اقول لكم مخبياها خايفه عليها من الحسد، بس انا بقول كده بهاجم الشخص اللي بيكتب لي كومنت وحش مش عاجبني، ومش من حقه اساسا ان هو يتدخل في حاجه تخصني او اسلوب حياه انا مش عايزه اظهره له. فدي بنتي انا حره اظهرها في الوقت اللي يناسبني، في الوقت اللي انا اشوف ان هي تنفع تظهر فيه، وحاشا الله اكون مخبياها او كده، بس انا مستنيه تشد حيلها. وان شاء الله هعمل لها قناه باذن الله، انزل لها فيها فيديوهات تخصها وفلوجات تخصها ورياكشنات ليها جديد. هي بتعيط، هروح لها واجي كمان شويه، استني جماعه بس كنت بنايم تاني. المهم كنت بقول لكم ان دي حاجه خاصه بيا، وما ينفعش ابدا 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 نكتب كده في الكومنتات، وما ينفعش ان احنا نقول ده بتنمر، لان دي زي ما قلت لكم حاجه خاصه بيا. فهتطلع واحده تقول لي ما انت بتقولي كل حاجه وبتظهري كل حاجه تخص حياتك، انت ما تعرفيش حياتي يا حبيبتي، انا بطلع لك اللي انا عايزه اطلعه لك ليس اكثر ولا اقل. كميه كومنتات بقى بتخليني اخرج عن 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 حدودي معاكم واتجاوز ده. طبعا مش الناس الحلوه، حلوين طبعا فوق دماغي، وما اقدرش طبعا عمري في حياتي اقول كلام يضايقهم او ارد عليهم رد يزعلهم. انا ردي للناس اللي بتكتب كومنتات وحشه تضايقني، كومنتات تمس بنتي، وده طبعا هيزعلني جدا 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 ويخليني ارد بفظاظه. ايه فظاظه دي؟ اسمها فظاظه؟ بيطلع مني شويه لغه عربيه كده بيقفلوني في الحياه. ف اي حد هيزعل من ردي، او الناس اللي مالهمش دعوه اصلا بالموضوع بيزعلوا من ردي، ده حقي ان انا ارد على اللي يضايقني او يقول لي كلام يضايقني. مش عاجبك يا حبيبتي، انت شايفه ان ده ما ينفعش ان انا او بنتي ما ينفعش اظهرها لك، ما تتفرجيش، ما تشوفينيش، خشي اعملي الغاء اشتراك، انا مش بنت خالتك، خشي اعملي الغاء اشتراك، انت محتوايا مش عاجبك، امشي بقى خلاص، مش عايزاكي عندي ولا عايزاني عندك، مش عايزاكي حتى تشوفيني. فبعد اذنكم يا جماعه، اللي بيكتب كومنت حتى لو يعني انت بتكتبه وانت يعني مثلا واحده كتبت كومنت وهي قصدها عادي، اكتبيه بطريقه وانا بقرا احس ان هو عادي. انا برد لما حد بيكتب لي لبنى هنشوفها ليا امتى، لبنى هنشوفها ليا الاماريه امتى، فبرد. مش بقول لك مالكيش دعوه ومالكيش فيه، لا برد، بقول لك يا حبيبتي ان شاء الله تشد حيلها شويه وهتظهر ان شاء الله وهتتهروا منها، هتشوفوها كتير جدا بس تكبر شويه. انا هوريكم دلوقتي وشها، استفيدي ايه لما تشوفي وشها؟ بس استني لما تكبر شويه واعمل لها قناه اقدم لك فيها حاجه تفيدك، او حاجه يعني مش لو يا ستي مش هتفيدك، حاجه ليها معنى. اوريكي مثلا وهي بتعمل حاجه لاول مره، بتمشي لاول مره، بتاكل لاول مره، فيبقى محتوى بيبياتي كده. لكن مش هطلع هوريكي شوفي يا جماعه بنتي واللي تدخل تكتب لي واحنا مش عايزين اصلا نشوفها، دي شبهك يا ستي، هي شبهي وانا خايفه عليها، انت زعلانه ليه يا ستي؟ هي شبهي وانا متضايقه جدا 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 انك انت هتشوفيها يا ستي، انا خايفه عليها تحسديها، اعتبريها كده. اي واحده بعد كومنتات كتير جدا، وده وترني وضايقني وخلاني احس ان كل الاسئله كده، هو كل الكلام اللي هنتكلمه فيما بعد كده، اللي بيرد بذوق وبيكتب كومنت بذوق انا برد عليه بمنتهى الذوق سواء انا او احلام، اللي بخش يكتب كومنت وحش يضايقني طبعا طبيعي جدا جدا ان انا هاستفز مع مرور الوقت واتضايق، تمام؟ حد تاني بعت لي بنتي بترد علي، سكتها واجي، شكرا. المهم يا جماعه بس عشان ما اطولش عليكم، عايزين نقفل الموضوع ده وما نتكلمش فيه تاني. بنتي هتظهر وقت ما انا اقرر ان انا اظهرها، ووقت ما انا اقرر ان هينفع تشوفوها، وكلامي مش للناس الحبايبي اللي بيحبوني وبيحبوا بنتي حبا فيا، كلامي للناس اللي بتكتب كومنتات وحشه تضايقني، كومنتات تسيء ليا وتسيء لبنتي، ومش هقول اكتر من كده عشان مفيش كلام تاني يتقال. ادوني فرصه بس تكبر وتشد حيلها شويه، لان هي الفتره دي كمان تعبانه وتعباني، يعني هي من يوم ما اتولدت بمعدل مرتين في الاسبوع بنروح للدكتور عشان هي تعبانه. مش تعب عادي بتاع الاطفال الحمد لله والشكر لله، بس انا ما عنديش وقت حتى ان انا يعني اضيع وقت في ان احنا نقعد نرد، فبرد المره دي عشان انا مش هرد تاني،
ويا رب يهدي كل الناس اللي بتكتب لي كومنتات زي دي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيدعي على بنتي او بيدخل. يعني مستحيل حد يكون بصوا اللي بيدعي على بنتي ده عارفني، عارفني شخصيا، فبيخش يحرق قلبي بالدعوه، لان مستحيل حد ما يعرفنيش او يعرف بنتي يخش يدعي عليا، لان يعني يجوز حد في بينه وبيني عداوه او شايل من ناحيتي في حاجه، الله اعلم. بس انا مش مسامحه اي حد شتم على بنتي او حد دعى على بنتي او حد مالها، بنتي بنتي كتير قوي، يا رب يحفظها لي ويحفظ لنا اولادنا كلنا اللهم امين. ويا ريت يا جماعه بعد اذنكم ما نسالش السؤال ده، عشان انتوا اللي يهمكم محتوايا، اللي بيسالوا بعادي عادي اسالوا براحتكم، اللي بيسالوا بطريقه وحشه وبيكتبوا كومنتات وحشه ده شيء يخصني، انت اللي يهمك المحتوى اللي انا بقدمه لك او بقدمه لك، فدي حاجه بس ما تخصكيش اكتر من كده، هي دي بس الحاجه اللي تخصك، محتوى اللي انا بقدمه، محتوى اللي انت بتشوفيه في الفيديوهات، انا بوريك اللي انا عايزه اوريه لك مش اللي انت عايزه تشوفيه. فبعد اذنك يا مدام او يا انسه او يا استاذه او يا استاذ، محدش دخل في حياتي، اتفرجوا على بس اللي انا بوريه لكم، لان انا المفروض ان انا صاحبه القناه، فانتوا بتشوفوا اللي انا بقدمه لكم مش اللي انتوا عايزين يتقدم لكم، الا اذا كان حاجات تخص المحتوى اللي انا بقدمه. يعني مثلا عملت وصفه النهارده، عملنا فيديو تجربه النهارده، عايزين تجربه مثلا مشابهه نعملها، لكن حياه شخصيه وتدخلات احنا بنقول اللي احنا عايزين نقوله، واظن ده جزء من حريتنا الشخصيه. فبعد اذنكم يا جماعه بلاش كومنتات وحشه، عشان انا دلوقتي بنتي بتعيط وهقوم اروح لها. اتمنى ان انا اكون رديت على السؤال اللي حير الملايين، واتمنى ان محدش يسال السؤال ده تاني بطريقه وحشه تضايقني. ويا جماعه انا هظهرها باذن الله، باذن الله ما تقلقوش، طبعا دي بنتكم وانتوا خالاتها الحلوين، ويا رب يديم وجودكم في حياتي، ويا رب يديم وجود الناس الحلوه اللي بتحبني وتحب بنتي وتحب لي الخير، وبيخافوا عليا ويخافوا على بنتي، وربنا يخليكم ليا دايما. وعايزه اقول لكم حاجه، في ناس كتيره في الكومنتات بتكتب كومنتات حلوه تفرحني وتكتب لي ما تطلعهاش عشان العين، وانا ما بفكرش في موضوع العين تماما، ولو ان العين حق، بس انا ما بفكرش في كده، انا بفكر ان احنا عيله، وفي ناس كتير جوانا بقى مندسين هم اللي بيعملوا الوقائع والدسائس، بس انا مش هفكر فيهم تاني. يلا يا جماعه تصبحوا على خير، ويا رب الفيديو يكون وصل الرساله اللي عايزه اوصلها للناس الوحشه. باي باي.